المدرعة العدوانية التركية تستخدم نظاما دفاعيا جويا منخفض الارتفاع. يستخدم صاروخ ستينجر كسلاحه الأساسي ومجهزة بأجهزة استشعار ونظام ستينجر مثبت على قاعدة المدرعة، ويتم استخدامها من قبل 3 أفراد ومهامهم هي مدفعي وقناص مساعد وسائق، والمهمة الرئيسية القدرة على البحث والكشف والتعقب والإطلاق في المعركة ضد التهديدات الجوية بفضل الدقة العالية في التصويب واستقرار خط إطلاق النار، وتتميز بوقت رد فعل قصير ودقة عالية واستخدام منسق مع نظام التحكم في القيادة، وصواريخ ستينجر جاهزة للنيران 8، مدفع رشاش آلي 12.7 ميلي ضد الحماية الذاتية والتهديدات الجوية القريبة. بحث سلبي عن الهدف يتكون من كاميرات التلفزيون الحرارية وضوء النهار وأجهزة الاستشعار والتتبع، جهاز تحديد المدى بالليزر، متعدد النبضات لقياس المسافة المستهدفة، وبرج مستقر ثنائي المحاور يوفر البحث عن الهدف والتتبع والتشخيص وموقع الإطلاق أثناء الحركة، جهاز كمبيوتر في إطلاق النار الذي يوفر إمكانية التحكم عن بعد، برج ذو سرعة عالية وخفيف ووحدات يمكن تركيبها على منصات حاملة مختلفة.